تحتاج إلى السلام والازدهار والنجاح والأمن. ما تطلبه الأمة والنمو والشرف والكرامة؟ لماذا لا تحصل الهند على ذلك؟ لماذا تخسر كل شيء يوما بعد يوم؟ أولا السلام، ثم الأمن، ثم الشرف، ثم الاقتصاد وكل شيء آخر. السبب يحكمه الإيديولوجية الخاطئة. دعونا. شيء مزدهر وآمن للغاية يمحارب مختبر، وهو أيديولوجية إسلامية من المملكة العربية السعودية في ضوء القرآن والحديث الأصيل الذي يضمن جرائم أقل ونمون مرتفعا، بطالة أقل وأرباح اقتصادية عالية، وانتحار أقل والمزيد من الازدهار، والمزيد من الأمن، والمزيد من السلام، والمزيد من الشرف من خلال الإسلام. لماذا لا يمكن للهند أن تكون المملكة العربية السعودية القادمة؟ لماذا لا يمكن للهند أن تكون الأمة الإسلامية التالية بالسلام والازدهار والنجاح والأمن للجميع؟ فكر في الأمر. لماذا لا يمكن أن يكون؟ يعبد الله فقط، الشريعة والطاعة، الرسول الأخير، محمد صلى الله عليه وسلم.